جدد رئيس خلية الإعلام الأمنية اللواء تحسين الخفاجي التأكيد على مسؤولية بغداد عن حماية القواعد العسكرية والبعثات الدبلوماسية وجميع المنشآت الأجنبية، مشيرا إلى أن الهجمات المتكررة تسحب العراق إلى دائرة الصراع والتوترات الجارية في المنطقة. لدينا أهداف حيوية، لدينا خبراء، لدينا مستشارين، لدينا سفارات، نحن مسؤولين عن حمايتها ونحن مسؤولين عن تقديم الحماية لها. مثل هذه الأمور تسحب العراق في منطقة ساخنة جدا الآن إلى الحقيقة عواقب غير محمودة. لذلك كان بياننا واضح في خلية الإعلام الأمني، وهو لن نسمح بأن يكون هناك اعتداء على الأراضي العراقية سواء من داخل العراق أو من خارج العراق، وأيضا لن نسمح بأن يكون العراق ساحة لتصفية حسابات الآخر.